نتواصل مع السادة الأحباب الكرام عبر صباح الشروق. يمكن المجتمع السوداني بطبعه منذ القدم يعني يتميز جدا بمسألة الخلاوة، ومجرد الشاب ما يصل عمر معين بيمشي للخلوة في نهاية العام الدراسي. نذهب الآن إلى ولاية نهر النيل وبالتحديد شمال السودان، خلاوة الكتياب، نتابع ملتقى ولايات السودان. خلاوة الكتياب بولاية نهر النيل التي يعود تاريخها إلى العام 1802 تم تشييدها على يد ومسجدها العتيق في بادي الأمر في المنطقة الزراعية المجاورة للنيل الرئيس، لكن الظروف البيئية أجبرت الخليفة السادس عشر الشيخ عبد الغفور عبد الوهاب إلى نقلها إلى من ولايات السودان المختلفة وبعض دول الجوار الأفريقي. تشكل المدرسة القرآنية والمسجد ومساكن التلاميذ الأجواء الرئيسة للخلوة بجانب المعرض الذي يضم أقيم المخطوطات، وتتم عملية التدريس داخل الخلوة بروايتي حفص والدوري على أيدي شيوخ مجودين للقرآن يستخدمون المصحف والألواح. بالخلوة عدد من الطلاب الوافدين من بقية ولايات السودان ودول الجوار مثل أريتريا وتشاد. هناك طريقة أخرى تسمى بقراءة السبع، حيث يؤدي التلاميذ القراءة لخلاوة الكتياب، سيرة حسنة من بين أهل السودان في الوسط والشرق والجنوب، كما اندمج الطلاب الوافدين في المجتمعات المحيطة بالخلوة وشكلوا نسيجا اجتماعيا طيبا لأهل السودان، كما للخلوة إسهامات اجتماعية ومناشط أخرى داخل القرى والفرقان. يقف على أمر الخلاوة العديد من الجهات الخيرية بجانب الجمعية التي تقوم بأعمال الخلوة وتنظم المهام، كما درجت الخلوة على اتباع نظام عمل مواكب للمؤسسات التعليمية بمنحها شهادات التخرج للطلاب والأرشفة والتوثيق لسنوات التلاميذ. التجويد واجب طلبة القرآن، علي صار مع الإدغام، صار مع الإدغام، الإخفاء حروف تمام، إخفاء حروف تمام، الإغلاب مع الإشمام، أقر التحف والبرهان، علم الغنى التجويد واجب طلبة القرآن.